يلا بينا مع بعض نشوف اللي حصل في الجولة الرابعة. علامة استفهام كبيرة جدا على ليفربول، للأسف بعد ما كان عمل 3 ماتشات وأداء ممتاز جدا وجاب 9 نقط، خسر على أرضه ماتش مضمون قدام نوتنغهام فورست بنتيجة 1-0. ليفربول أول 3 جولات جمعت 9 نقط كاملين من 3 انتصارات. انت كنت داخل الماتش في الجولة الرابعة داخل يعني ال3 نقط في جيبك. للأسف ليفربول فاجأ الناس انه خسر على ارضه بنتيجة 1-0. الموسم اللي فات انت ضيعت نقط كانت سهلة جدا بالنسبة لك، للأسف بيتكرر نفس السيناريو ده في الموسم ده. السؤال اللي كل جمهور ليفربول بيسأله لنفسه، هل الفريق هيقدر يفوق بعد الخسارة المفاجأة دي قدام نوتنغهام فورست؟ لأن السنة اللي فاتت أنت كررت نفس الخطأ ده وخسرت ماتشات سهلة جدا على أرضك قدام كريستال بالاس وقدام إيفرتون. هنشوف اللي هيحصل مع بعض في ليفربول في الجولة الخامسة. مانشستر سيتي بيواصل الثبات، كان خسران قدام بينفورد بنتيجة 1-0، قدر الدبابة الهولندية انه يتعادل وقدر انه يضيف الهدف الثاني. هالاند لحد دلوقتي رفع رصيده ل9 تجوان في 4 ماتشات. مانشستر يونايتد قدر ايريك تنهاج انه يحافظ على مكانه كمدير فني لمانشستر يونايتد انه يكسب ساوثهامبتون بنتيجة 3-0 بعد ما كان في الجولة اللي فاتت خسران من ليفربول بنتيجة 3-0. مسؤول بتاع مانشستر يونايتد كانوا بالفعل بيجهزوا البديل لتنهاج لو كان حصل اي نتيجه غير الفوز، لكن هو قدر يحافظ على منصبه ويكسب ساوثهامبتون بنتيجه 3-0. ديربي الجوله الرابعه كان ما بين الارسنال وما بين توتنهام. ارتيتا عرف انه يتعامل مع الغيابات المؤثره بنجاح زي رايس واوديجارد، وعرف يخرج بنتيجه 1-0 وحافظ عليها لنهايه الماتش. ارسنال بيعيش فتره مميزه جدا مع ارتيتا، اللي عمل اللي ما قدرش يعمله ارسن فينجر المدرب التاريخي للارسنال، كسب 3 ماتشات ديربي على ملعب توتنهام.